انا اسمي ندى محمود الهواري، سنه رابعه قسم علاقات عامه كليه اعلام جامعه القاهره. الايفنت بتاعنا عن الالحاد، الموضوع كله الفكره بتاعه الايفنت هي فكره المشروع. مشروعنا بيستهدف توعيه الشباب بظاهره الالحاد. مش بنستهدف الاقناع قد ما بنستهدف توعيه شبابنا اللي لسه يعني اللي بيشك، اللي ما عندوش العلم الكافي ان هو يواجه ظاهره زي دي. حاولنا كتير ان احنا نرصد الظاهره، بس حته ان هم بيخفوا الحادهم علشان خوف من الفكره، طبعا ده خطر كان بيهددنا. الصعوبات اللي واجهتنا كتير، قابلنا صعوبات في مواجهه الظاهره، في تناول الظاهره بالنسبه للكليه. الكليه كانت رافضه دي تماما. حاولنا كتير ان احنا نصر على فكرتنا، والحمد لله قدرنا ان احنا نعمل ده. الايفنت بتاعنا النهارده كان عباره عن فقرات، ان احنا اكتب رساله لربنا. الحاجه الثانيه، الايفنت كان معانا الاستاذ مهاب، ده باحث في المركز الفتح، باحث عن الالحاد، باحث في مجال الالحاد اقصد. ما كان معانا الاستاذ الفنان احمد رمزي، مغني فيلم الملحد، غنى معانا اغنيه الفيلم اللي هو اتمنع من العرض بسبب ان الموضوع خطير. اغلب الشباب قالوا ان المشروع حلو جدا وشائك، وتناوله كان خفيف ولايت، بعكس مشاريع كتيرة انها تناولت الموضوع ده، يعني مش الموضوع ده، تناولت موضوعاتها على شكل مثلا يعني ندوة وكده. وخاصة موضوعنا احنا كان ممكن يبقى ندوة، بس المشكلة ان احنا مش عاوزين ناخده بشكل تقليدي. يعني احنا هنجيب شيخ ومثلا حد من برضو من الدين المسيحي، وهيحصل حضور بقى من الندوة لناس ملحدين، فكان هيحصل جدال ونقاش، وده طبعا شيء تقليدي، وغير كده كان ممكن يحصل مشاكل. فاحنا حاولنا نتجنب ده خالص، ان احنا نعمل حاجة لايت ومختلفة بالإيفنت بتاعنا.